تحاول خلية الأزمة الصحية في محافظة سليمانية الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القوات الأمنية وفرض حظر التجوال لدخول وخروج المواطنين وحمايتهم وحفاظا على أرواحهم من الإصابة بالفيروس الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في المحافظة. أحد ضباط الآسايش في المدينة قال لقناة التغيير بأن الغاية من هذه الإجراءات حماية أرواح المواطنين. نحن كقوات أمنية في مدينة السليمانية من واجبنا تنفيذ الأوامر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، وبناء على تعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصحة والجهات العليا يجب أن نقوم بهذه الإجراءات، وكذلك لحماية أرواح المواطنين في السليمانية. نتمنى ونرجو من جميع المواطنين مساعدتنا وأن يبقوا في البيت لحماية أرواحهم وأرواح المواطنين، وهذا الفيروس خطير. ومع فرض حظر التجوال على العجلات والأشخاص ما عدا عجلات الإسعاف وعجلات القوات الأمنية أو الحالات الإنسانية، يتم فرض غرامات مالية على المتجاوزين. واجبي كضابط مرور سليمانية تنفيذ الأوامر التي تصدر من الجهات العليا وخصوصا من وزارة الداخلية والأوامر واضحة، وفرض حظر التجوال في المدينة، والذي يخالف الأوامر أول مرة يغرم ب100,000 دينار، وإذا كرر المخالفة يتم تغريمه ب300,000 دينار وحجز مركبة. ونتمنى أن لا يحدث هذا، ولكن هذه الإجراءات من أجل المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا. أحد الأطباء يرى أن هكذا إجراءات تطبق في أغلبية البلدان، والغاية منها حماية المواطنين أولا وعدم انتشار الفيروس، لأن الفيروس خطير جدا. بداية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل حكومة الأقليم وخصوصا وزارتي الداخلية والصحة، الهدف منها منع انتشار فيروس كورونا، وهذا الفيروس خطير وحاليا أصبح وباء عالمي. ولهذا أرى أن التقيد بالإجراءات التي تطالب بها الجهات العليا في الإقليم إجراءات صحيحة، وعلى المواطنين الالتزام بها وأن يحافظوا على سلامة أبنائهم وعوائلهم وحماية المواطنين والابتعاد عن التجمعات، وأهم شيء النظافة وعدم الاختلاط. وأنا حسب رأيي يجب على كل مواطن تطبيق الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المعنية والتقيد بها. منذ إعلان حظر التجوال في السليمانية تبدو الشوارع في المدينة خالية نوعا ما من المشاة والعجلات، مع قيام الجهات الأمنية بواجباتها اليومية لحماية المواطنين من فيروس كورونا وعدم السماح للعجلات غير المرخصة بالتجوال مع مراعاة الحالات الإنسانية. هكذا تبدو الشوارع الرئيسية في مدينة السليمانية بعد حظر التجوال، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا. عدنان جاف، فضائية التغيير، السليمانية.